اليوم يوم عزيز على قلوبنا جميعا، إحياء ذكرى يوم الأرض عندما سقط الشهداء في الداخل الفلسطيني في مقاومة الاحتلال. ولكن بسبب الظروف الصعبة اللي منعيشها في فلسطين وهذه حالة الحجر اللي احنا هلأ عم نعيشها، أيضا في كان مجال للابتكار والإبداع من خلال أنه نوصل لكل مواطن في بيته ونحيي هاي الذكرى مع بعض. طبعا هاي مبادرة من بلدية رام الله قامت بتنظيمها لإحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني اللي تعودنا نحيي في الظروف العادية، ولكن احنا بظرف غير عادي، في ظرف بنواجه فيه ظروف صعبة وهي مواجهة الفيروس الكورونا، ومع هيك قررت بلدية رام الله انها تكون مع المواطنين في هذا اليوم وتحيي من خلال سيارة تجوب في انحاء وارجاء المدينة والطرقات المختلفة لتصل للناس لبيوتهم تحت شعار خليكم في البيت احنا رح نوصلكم. يعني احنا حتى العام الماضي كان احياء ذكرى يوم الارض بالاحتفالات والمسيرات الجماهيريه وبالمهرجانات الوطنيه اللي تنظم. اليوم احنا للاسف غير قادرين على احياء هذه الذكرى بهذه الطرق، وبالتالي حتى لا ننسى هذه الذكرى وحتى تبقى الذكرى خالده فينا، لا، مطلوب من كل واحد فينا اليوم انه يحييها بطريقته الخاصه، وهي احدى الوسائل اللي احنا عمالنا بنحيي فيها. الآن نحييها مع المواطنين وهم في منازلهم، طلبنا منهم أن يرفعوا العلم الفلسطيني والكوفية الفلسطينية وأن يقوم الأطفال برسم علم فلسطين ورفعه أيضا. هذا نحن نمر بظرف صعب ونطوع دائما فعالياتنا تحت هذه الظروف. اليوم عم نذكر شعبنا أنه مهم جدا نصمد، مهم جدا اليوم نبقى في البيوت، ومهم جدا اليوم أنه كل واحد فينا يحافظ على نفسه، لأنه إحنا بحاجة لكل فرد فلسطيني حتى نتمكن من مواصلة مسيرة كفاحنا ونعيد أرضنا ونحظى باستقلالنا وحريتنا.